وقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو ذكر لي يعني خبر لحفظ الله الكوني لهذا الذكر. والحفظ نوعان: حفظ كوني بأمر الله الكوني أن يحفظ، وحفظ شرعي مخاطب به من آمن بهذا القرآن ومن آمن به السنة أن يحفظوه، يحفظوه قلبا ويحفظوه كتابة، وأن يحفظوه من التغيير والتبديل والتزييف. ولذلك كل اهتمام اهتم به أهل العلم في القرآن والقراءات وجمعه وكتابته وكله امتثال شرعي لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.